يا مساء الخير، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نقص عليكم قصة من قصص القصبة لامرأة تدعى فاطمة المعكرة، وهذا انتسابا للون شعرها الأحمر. ولكن قبل ما نبدأ القصة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو لكي يصلكم كل جديد. قصة فاطمة المعكرة هي من قصص حي القصبة العتيق التي حكتها لإحدى العجائز التي قابلتها هناك، وهي لالا بايا. وأنا أتجول قصة بيت في زنقة بن فارس عن فتاة جميلة يتيمة تدعى فاطمة المعكرة، أي المزوقة، يعني إنسانة تحب الزهو، إنسانة دايما فرحانة، إنسانة تحب الحياة. من فرط جمالها كان يظهر للعيان أنها تضع كحلا وحرقوسا، يعني من كثر الجمال تاعها ومن كثر أناقتها كانت سبحان الله كأنها تحط كحل وحرقوس. وكان عندها خدود ورديين، وكانت إنسانة فحشوشة وتحب الخير لكل الناس. وكان لها أخت كبيرة تدعى صالحة، لم تكن على قدر من الجمال، يعني ما كانتش شابة كما أختها، وكانت أيضا إنسانة مش حاحة بزاف، هكا كانوا يهضروا عليها ناس الحومة. وورثت هي والأخت تاعها نصف الدار أو الدويرة من الأب تاعها. فاطمة كان عندها صوت بزاف شباب، وكانت تغني، وكانت تطرب به الجيران. نرجع الآن الأخت العكرة أو فاطمة، عندها أخت اسمها صالحة، عندها أربعة أولاد ومتزوجة بطبيعة الحال، وكانت إنسانة مش حاحة بزاف، وما تحبش حاجتها تروح الإنسان واحد آخر، ولا عمرها تصدقت، كانت كيما نقولوا حنايا قرنيطة. وفي يوم من الأيام كانت صالحة في المطبخ، طيب دارت طبق المثوم اللي هو طبق تقليدي جزائري، والريحة تاعو ولات تعبق في كل القصبة، الناس كامل شموها. وكانت عندهم واحد الجارة مسكينة فقيرة، وكانت تسنى في بيبي جديد، كانت تتوهم مسكينة وتشهات هذيك الماكلة، وبقات هذيك الريحة مسكينة تدور في نيفها. عيت تصبر، وكانت تسنى مسكينة غير وقتاش يعطوها ذوق معاهم. بقات رايحة جاية رايحة جاية في القصبة، طالعة هابطة طالعة هابطة، وهي تشم في هذيك الريحة. ومن بعد قاتلك نروح ليها نجرب نقولها أعطيني شوية تاع الحطب باش نشعل الكانون تاعي، ممكن يهديها الله وكي تشوفني شفت هذاك الطبق تاعها تعطيني شوية. راحت ليها هذيك المحمى وطلبت منها تعطيها شوية تاع الجمر باش تشعل الكانون تاعها، وكانت كل ما تروح تشعل الكانون يعاود يطفى. تعاود تولي هذيك السيدة المحمى عند صالحة وتعاود دوموندي منها مرة أخرى الجمرات باش تعاود تشعل الكانون تاعها. وبقات شحال من مرة مسكينة وهي رايحة جاية رايحة جاية دوموندي في الجمرات باش تشعل الكانون. مالا فاطمة المعكرة تفطنت لهذا الأمر، وعرفت بلي السيدة مسكينة هذه تشهات باش تاكل طبق المثوم. مالا راحت عند أختها وقالت لها أعطيني شوية من المثوم باش نذوقوا هذه الإنسانة هذه اللي راهي محمى وعندنا أجر عند الله. راحت أختها وقفت في وجهها وقالت لها ما نمدلهاش، هذا غير يكفيني أنا يا وولادي وراجلي وانتيا، ما نقدرش نعطيها تاكل معانا. زعفت فاطمة وقالت لها معليش، تقدري تعطيها من الحق تاعي وخليها تاكل مسكينة وتذوق معانا، هذا الشي هذا حرام، شمت ريحته وزيد هي إنسانة محمى، لازم نذوقوها معانا. كيف كيف اختها صالحة ما قبلتش ورفضت رفض قاطع، قالت لها انا يا من مدلهاش
والو مش راح تاكل معانا. فاطمة مسكينة زعفت بزاف وبقات تفكر كيفاش راح تمد لهذيك السيدة تذوق معاهم من طبق المثوم. بقات تفكر وتفكر حتى نجاتها فكرة في راسها، اللي هي قالت لك نقترح على اختي عرض اللي هو تعطيها نص من البيت اللي ورثاته من الاب تاعهم هكا، وتعطيها طبق من هذاك المثوم باش السيدة المحمى تذوق منه وما يبقاش في خاطرها. بالطبيعة الحال اختها صالحة هي طماعة، طمعت وقالت نمد لها طبق تاع المثوم وهي راي راح تعطيني نص دار بكمالها. السيدة مدت لاختها هذاك الطبق تاع المثوم وراح تداتو فاطمة المعكرة لهذيك السيدة المحمى، عطته لها وفرحت هذيك السيدة المحمى بزاف بزاف وسلمت على فاطمة وقالت لها ان شاء الله يكتبك ربي مع المؤمنات الصالحات. قالت لها فاطمة كوليه بالصحة ولهنا. عاودت ولات فاطمة للبيت تاعهم، لقيت اختها تقولها باللي غدوة ان شاء الله من غدوة الصباح توجدي روحك باش نروحو بكري ونتكاتبو وتعطيني نص تاع الدار مقابل هذاك الطبق اللي حبيتي تديه للسيدة المحمى. وتقول الرواية انه اختها صالحة في الصباح الباكر ناضت وجدت روحها ولبست الحايك تاعها وراحت تدقدق على الغرفة تاع اختها باش الصباح ينوضوا ويروحوا يتكاتبوا. هي تدقدق على الباب، تدقدق على الباب والو ما حبش يتحل الباب، قالت اكيد دارت في رايها، حتى عيطت للزوج تاعها وكسروا الباب. وكي دخلوا للبيت وثم يلقوا المفاجأة اللي هي فاطمة المعكرة توفات مسكينة الله يرحمها. ولكن الغريب في الأمر واللي هو حسن الخاتمة إنه لقوا فاطمة المعكرة مسكينة بخسلة ومكفنة ورائحة المسك تفوح منها. وكي جاو هذوك الرجال باش يخرجوها يدوها يدفنوها في المقبرة، هذاك النعاش تاعها ما حبش يخرج من الباب، كيما حاولوا معاه ما حبش يخرج هذاك النعاش من الباب. لهذا قروا رجال العائلة ورجال الحومة تاعها انها فاطمة المعكرة تدفن في البيت تاعها اللي ماتت فيها. وكما كان الحال فاطمة المعكرة دفنت في الغرفة تاعها، وبقات هذه الرواية هذه تداول عبر الأجيال. إذا عجبتكم هذه الرواية ما تنسوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك وتخليوا لي تعليق هكا باش تحفزوني ونزيد نجيب لكم روايات أكثر وأكثر من التراث الجزائري.